دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا أول مزرعة هيدروبونيك في محافظة بني سويف. مزرعة هيدروبونيك يعني زراعة مائية، وأنشأها الشاب مصطفى طه الفيومي، وهذا الشاب نجح في تسويق إنتاجها بالكامل وأيضا التصدير للخارج. خليكم معانا. الجنة اللي قدام حضراتكم دي في قرية الجمهود في مركز الفاشن ببني سويف، أول مزرعة هيدروبونيك، وده واحد من أشهر أنظمة الزراعة المائية، وبجد نموذج هايل، وعشان كده كنا لازم نزوره وفورا. المزرعة ملك شاب اسمه مصطفى طه الفيومي من محافظة بني سويف، واستثمارتها بلغت 1,250,000 جنيه، أما مساحتها فيدوبك 1,080 متر، يعني حوالي 7 قراريط، وبتنتج 26,000 نبات في الدورة على 3 باكيات، وطبعاً بيتحكم في كل نقطة مية بيروي بيها الزرع، ومدة الري بيحسبها بالثانية، وبالتالي النبات بقى أقل مجهود، بياخد كل احتياجاته من المية والعناصر الغذائية المحمل عليها. مصطفى طه الفيومي اتخرج في كلية الحقوق بجامعة اسكندرية سنة 2007، وأسرته تمتلك شركة لاستيراد المواد الغذائية وخصوصاً التونة، لكنه قرر التفرغ لمشروعه الجديد في زراعات الهيدروبونيك، وخصوصا مع زيادة الطلب على منتجاته. تعالوا نقابله. حضرتك محامي وكنت شغال على مدى اكتر من مثلا كام سنة؟ 13 سنة في تجارة المواد الغذائية مع الأسرة. فجأة انت عملت مشروع لوحدك، المشروع ده بتاعك. تمام يا فندم. الخبرة بتاعته جبتها منين؟ حضرتك هو دلوقتي مفيش حد هيعمل حاجة لوحده. تمام، ولا انت في هدف وفي رؤية انت عايز توصل لها. فلما جت الرؤية أنا الفكرة المشروع عجبني، يعني أنا الفكرة أن أنا أبقى ألاقي منتج آمن نظيف، زراعة ري حديث بدون مبيدات بدون أي أمراض، فده أنا بالنسبة لي قبل ما أدخل على المشروع مطمئن لي. أنا عملت إيه بقى؟ بدأت أبحث في الإنترنت، تواصلت مع شركات وصديقي المهندس شعبان. شعبان زين؟ شعبان زين يا فندم، جبناه قبل كده برنامج كده. يا فندم. فريق زين شغل مميز، وطبعا شاب مجتهد جدا جدا، وتواصلنا معاه وبالفعل تنفذنا. وهو المشروع الاستثمار كتير، وما شاء الله يعني الحمد لله الامور بقت مصر بتفتح مجال كتير جدا للتصدير، ويعني هم بيدعموا المصدرين وبيدعموا المنتجين، فاحنا طبعا يعني احنا كشباب حاجه زي ديت تخلينا ندخل في الاستثمار واحنا مطمنين. عملته في مساحه قد ايه من اجمالي 13 فدان؟ وتتوقع العادي بعمل ازاي؟ تمام يا فندم. هي في البدايه حضرتك دي يمكن الارض اللي احنا واقفين عليها ديت ارض زراعيه، فطبعا هي مساحه ديت 13 فدان. طبعا انا المساحه الصوبه كلها على 1,080 متر. كلفك كام بقى المشروع ده؟ المشروع كلفني كمشروع توتال بالخدمات اللي موجودة بره للمشروع حوالي 1,250,000. 1,250,000 مش كتير شوية؟ هو مش كتير، بس هو حضرتك تكلفة الصوبة نفسها 700,000 جنيه. بس في الصوبة الواحدة ولا الثلاث باكيات اللي انت عاملها؟ لا، الثلاث باكيات كلها. تمام. وبضع في انشاءات حضرتك، وفي تكاليف خزانات بره، في حاجات أساسيات لخدمة المشروع هنا. بتزرع ايه بقى؟ حضرتك جميع انواع الورقيات، بس المنتج اللي موجود دلوقتي كله خاص بذور هولنديه. تمام، رومين، بتر هيد، باتافيا اخضر، باتافيا احمر، وكليف اخضر وكليف احمر، وطبعا في ان شاء الله بينتم الاستعداد للجرجير، السبانخ، الكيل، جميع الورقيات موجوده ان شاء الله، وحسب التعاقد وحسب الالتزامات ان شاء الله هنبقى ملتزم. يعني هتتعاقد معاك حاجه معينه هتزرعها له برضه؟ يا فندم طبعا. كان سهل انك تعمل مشروع زي ده في ارض زراعيه قديمه؟ حضرتك طبعا انا قبل ما نفكر في المشروع شفنا تراخيص الصوب ايه. تمام، هم طبعا وزاره الزراعه حتى اشتراطات معينه، واشتراطات سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله خلال ايام او ساعات هنستلم الرخصه ان شاء الله. هيرخصوا لك ايه بقى؟ هيرخصوا لي الصوبه الزراعيه هيدروبونيك ومشتل. دلوقتي هنقابل المهندس شعبان زين، قابلناه قبل كده في برنامج الجدعان. هو متخصص في انشاء انظمه الزراعه المائيه، واشرف على انشاء المزرعه في بني سويف. ركزوا معاه. قدرت تساعد مصطفى الفيومي ان يعمل مشروع حلو جدا للهيدروبونيك في قلب بني سويف. عجبني جدا وانت بتقول لي في البدايه ان انا قلت له طب هنسوق ازاي، طب هتعمل ايه، قال لك كل الحلول دي موجوده عندي. يعني انت كنت صريح معاه ان في بعض الصعوبات اللي ممكن يواجهها، صح كده؟ صح. انت راجل محنك في زراعه الهيدروبونيك، عايز منك تفاصيل التفاصيل في الصوبه هنا.
اول حاجه الصوبه مساحتها 27 في 40، تمام، اجمالي 1080 متر. الصوبه مبرده، بيبقى في اتجاه الهواء، بنعمل خلايا تبريد اللي هو الورق الكرتون، بيعدي منه الهواء وينزل ميه على الورق، فبيبرد الميه الهواء اللي داخل. مستمتعين جدا. دي درجه قد ايه النهارده؟ النهارده يعني 40، دلوقتي كام؟ هنا 28. دي اكتر حاجه بنوصل لها لما يكون درجه حراره بره عاليه جدا. هل ده لازم ما يزيدش النبات عن 28؟ هو اقصى حاجه ليه 28، بس عشان هو في موجه حر فهو وصل معانا 28، وفي العادي بيبقى 24 25. تمام. ده المتوسط الكويس ليه. تمام. في الاتجاه المقابل ليها فيها شفاطات سحب الهواء للتبريد. هنا في الصوبه حاولنا نراعي ان احنا نستغل المساحه كويس جدا. اول حاجه عندنا الصوبه 3 باكيات، كل باكيه 9 في 49، حطينا في كل باكيه 3 سيستم. السيستم مكون من 16 ماسوره، 8 8 و8. الفتحات المواسير يعني طاقه الصوبه كلها 26000 نبات، هي بالظبط 21000، بس احنا في جزء مخلين جزء ان احنا بنكثف فيه العدد عشان نقدر نستغل المساحه اكتر. ليه بقى؟ اشمعنى الجزء ده اللي كثفت فيه؟ ده احنا عاملينه زي الحضانه، فالنبات هو صغير ما بيحتاجش مساحه كبيره قوي، فاحنا بنستغل هنا المساحه ان احنا نقدر نكثف النباتات عشان نقدر نطلع طاقه انتاجيه اكبر. ده استهلاكه في المياه عامل ازاي؟ ده بيوفر يعتبر 95% يعني بالنسبه للديب ووتر، بيوفر مثلا 50% من المياه بتاعت الديب ووتر. الزراعه المياه كلها بتوفر حوالي من 90 ل 95% من الزراعه التقليديه، يعني ب 10% احتياجاته ويطلع الخصايه كانها مزروعه في الارض. بالظبط، لان اغلبيه المياه في الارض العاديه بتتهدر تحت في التربه، ما بيستفادش بقى النبات والعناصر في نفس الوقت. احنا كده هدرنا ميه وهدرنا عناصر غذائيه، وبرده راعينا ان احنا دايما كانت مشكله بتقابلنا لو ودينا البذور بره في اي مكان تتشتل بتجي لنا مصابه، ما بقاش عارفين هم علوها ازاي او خدموها ازاي. فاحنا هنا راعينا هنا في الصوبه ان احنا نعمل المشتل بتاعنا جوه الصوبه نفسه عشان نوصل لشتله كويسه جدا ونظيفه جدا ما فيهاش اي اصابات، واحنا اللي زرعناها بنفسنا فاحنا عارفينها هي ايه كويس. غير لما احنا نجيبها من بره ممكن تبقى مصابه، وهنا في النظام المائي الاصابه لو في اصابه بتاثر على الباقي، فهنا بنحاول بقدر الامكان نبعد عن اي رش مبيدات. بننتج الحاجه الشتلات بتاعتنا جوه الصوبه، بنجيب البذور بتاعتنا من مصادر كويسه جدا عشان تبقى مضمونه. امتى احس ان انا الارض بتاعتي دي تصلح لمشروع هيدروبونيك؟ هو المشروع الهيدروبونيك او زراعه المياه عموما بتصلح في اي مكان، سواء سطح سواء ارض سواء مكان جنينه، اي مكان. ان احنا ما بنستخدمش التربه في اي حاجه خالص. ده موضوع السطوح ده، فاحنا التربه ما بنستخدمهاش في اي حاجه خالص نهائي، فاحنا كل شغلنا فوق التربه. فاحنا بنفضل كمان احنا اخترنا هنا مكان الصوبه في مكان الارض فيه نسبه املاح عاليه، كارض كزراعيه مش مناسبه، فاحنا استغليناها في حاجه ان احنا نقدر نطلع بيها طاقه انتاجيه كبيره ومنتج صحي نظيف. في زراعه الهيدروبونيك او الزراعه المائيه ورقيات بس؟ مش ورقيات بس، خضار بنزرع حسب النظام. يعني مثلا هنا في النظام المواسير بيبقى كله ورقيات، في انظمه ثانيه مثلا زي الساند بونك او الداتش باكت بنزرع فيها الخيار والطماطم والفلفل الالوان، كل السمريات، يعني كل حاجه تنفع، كل خضار ينفع، وفي انواع من الفاكهه برضو تنفع في الزراعه المائيه زي الفراوله. في حاجات مثلا بنزرعها مثلا في الساند بونك زي الكنتالوب والبطيخ، بس طبعا في الزراعه المائيه بتبقى العدد قليل فبتبقى تكلفه الانتاج عاليه، فاحنا بندور على الحاجه اللي في نفس المساحه دي هتدينا انتاجيه كبيره. الدكتور احمد العقيلي ده استشاري في رياده الاعمال ومن الناس الداعمه لمشروع مزرعه الهيدروبونيك اللي انشاها مصطفى الفيومي لاول مره في محافظه بني سويف. تعالوا نقابله. عندنا نموذج حلو في بني سويف، عايز افهم من حضرتك ساعدناه ازاي. طيب الاول احنا بندور على اي فكره رياديه في مصر ونجري وراها. تمام. وده يعني احنا من عشاق برنامج الجدعان، عشان كده حضرتك بتسافر محافظات، بتروح بلاد بعيده علشان بتدور دايما على فكره غير تقليديه في تعريفنا. الجدع. بالظبط، الجدع فعلا في تعريفنا، هو ده المشروع الريادي اللي احنا عايزين عليه. احنا رايحين فين مع مصطفى؟ احنا رايحين لمصطفى ان احنا عايزين نحول المشروع بتاعه لمركز لخدمه رواد الاعمال، مش بس ان هو رائد اعمال، لا، ان انا احوله كمان لمركز يخدم رواد الاعمال. النهارده ان انا اقدر منه اخد فرانشايز للشباب الخريجين، ادعمهم في ان هو يطلع مشروع صغير فوق سطح بيته، جنب البيت لو في مزرعه صغيره، لو في حاجه ورا البيت مثلا جنينه صغيره. كل اللي احنا بندعمه لمصطفى بندعمه لشخص مصطفى، وبندعمه كمان لفكره ان ده رائد اعمال كتير مش بنلاقيه في مصر. رياده الاعمال ممكن تمتد لتمويل او تجهز مصطفى للحصول على تمويل؟ التمويل هو النقطه الثالثه او الرابعه في المشروع، مش هي اول نقطه.
ليه؟ النهاردة عندنا مبادرات كتيرة جدا وأشهرها وأكبرها من خلال جهاز تنمية المشروعات تابع للدولة بيقدم مبادرة 5%. النهاردة لو حسبناها كده كفلوس، 5% دول لا ممكن يبقى بند من بند المصاريف الإدارية جوه المشروع. عندنا 3 مليون تقريبا بيزرعوا في مصر، مسجلين في نقابة أو مسجلين في مع وزارة الزراعة، لكن كام واحد زي مصطفى عنده فكرة ريادية، فكرة زراعة مختلفة، فكرة استغلال أرض، فكرة استغلال نقدر نقول على المية بالظبط. النهاردة احنا علشان الدولة كلها عندها توجه النهاردة تستثمر المية، النهاردة عندنا زراعة تقريبا بتاخد لو قرناها بأي مشروع غمر في أو أي زراعة غمر وفرنا 90% وفرنا 90% من المية المهدرة. أخيرا مزرعة مصطفى طه الفيومي فيها أفضل زراعات هيدروبونيك أورجانيك للورقيات بجميع أنواعها، خص بتر هيد وباتافيا وأوكليف ورومين، وكمان الكرفس الفرنساوي والريحان والجرجير والروزماري والسل السويسري والنعناع الأحمر وغيرها. وزي ما نجح في فتح أسواق محلية لمنتجاته، بدأ التصدير للسعودية. جدع يا درش.